تعرف أن جحدر يقول إذا جاوزتما نخلات حجر واوديت اليمامة فانعياني. فحنا جينا هنا لليمامة، وش هذه؟ هذا جزء من اليمامة. جزء من اليمامة. نعم. وفيه باقي منها. باقي أجزاء في الجهة الشرقية. إيه في الجهة الشرقية. الشرقية هنا. إيه وهي الأقدم. أقدم من هذه. إيه نعم. طبعاً حنا نعرف، تعرف يا شيخ إنه اليمامة كانت قديماً تسمى جو، بعدين انتقل الاسم صار الجو الخضارم، بعدين سميت باليمامة على زرقاء اليمامة. هي يقولون إن زرقاء اليمامة تزوجت في جديس، إحنا قلنا طسم كانوا يعيشون في حجر، وجديس هنا في جو أو جو الخضار، وصار بينهم نزاع، ويقولون إن حسان هذا ملك من ملوك اليمن لما غزا جديس يقولون إنه تبصر من مسافة 3 أيام، فيقولون واحد هنا هو اللي طلب النجدة من أحد ملوك اليمن ضد جديس. قالوا من لي أختا في جديس مزوجة في جديس أن تبصر مسافة 3 أيام، فلو قطعتم شجر ووضعتموه أمامكم وأنتم تمشون. فحذرتهم طبعا، قالت إن إني أرى شجرا يتحرك. قالوا لابد، صح ولا لا؟ نعم نعم. وذلك هو الشاعر يقول إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ولذلك بعدها تدمرت قبيلة جديس، يعني اليمن الملك حسان دمر جديس وتفرقت بعد جديس وطسم وجو بنو حنيفة بعدين وملكوا الرياض. طيب الحين اليمامة الآن وش بقي منها؟ يعني وش بقي من فيها سكان؟ فيها إيه نعم فيها سكان، مجموعة من العوائل. نعم بس ما نبغى نذكر الأسماء بالآن. إيه نعم عوائل، مجموعة من العوائل لا زالت موجودة فيها، وفيها آثار قديمة. آثار قديمة نعم. إيه. إيه وفيها طبعا المسجد اللي تبنى مرة بعد شوي نشوفه. طيب كان على أيام جحدر المسجد هذا، أيام الوليد. أيام الوليد. إيه الوليد يقولون احتمال أنه موجود أيام البناء اللي أمر ببناء الوليد. يعني هذه مركز اليمامة. مركز اليمامة القديمة من أيام جحدر. من أيام جحدر اليمامة. جحدر اليمامة. يعني يوم كان يغزو هو مسلم بس إنه الجوع. هو يوم مسكوا الحجاج قالوا ما حملك على هذا؟ قال جور الزمان. ونعم. وكلب السلطان جور كلب الزمان وجور السلطان. أيوة. وجرأة الجنان. نعم الشجاعة. والجنان. الشجاعة. بس مسجد يا أخي عظيم. يعني له كم عمره حوالي الآن؟ 1300 تقريبا. 1300 سنة. أي نعم 1300 سنة.